من بعد ما بدأت المغامرة تاعي لاكتشاف أمريكا اللاتينية في 2017 من البيرو، والذي يعتبر موطن أحد أهم الحضارات في التاريخ وهي حضارة الإيكا. ثم في 2018 رحنا للشيلي وين زرنا أجف صحراء في العالم وهي صحراء أتاكاما. في 2019 نواصل المغامرة تاعنا في أمريكا اللاتينية، وهذه المرة نروح نشوفوا الأرجنتين. دونك تبعونا في الفيديو هذا تشوفوا المغامرة تاعنا والأوقات اللي فوتناهم في الأرجنتين. والا ليكيب، معكم مروج كما العادة. اليوم رانا في دولة من دول أمريكا اللاتينية، ورانا في الأرجنتين، ورانا في بوينس آيرس العاصمة. الحاجة الأولى راح نديرها في بوينس آيرس أني رانا نشوف ماتش تاع الفوتبول، لكن ماتش تاع الفوتبول ماشي كيما ماتش أخرين، ماشي زعما كي راح تشوف مدريد راح تشوف برشلونة ولا تشوف مانشستر يونايتد ولا مانشستر سيتي. اليوم راح نروح نشوفو البوكا جونيورز. فريمون صعيب باش تفرج ماتش تاع بوكا جونيورز. علاش؟ لانه التيكيت ما يبيعوهمش للبيبليك. دونك حنا واش درت، لوطيل اللي كنت قاعد فيه هو اللي دبر لي الدخله، شاف بعض لي كونتاكت تاعو دبرنا التيكي. صعيب باش لقيت التيكي، وكي لقيتو صعيب باش لقاه بون بري. حاجه الاولى نديكم ديروا تشوفوا التور، تشوف لوطيل اللي راني قاعد فيه، لوطيل اللي راني قاعد فيه واش حيدير، ومن بعد نديكم ديروا دوره في بوينس آيرس، ومن بعد بريباريو باش نروحوا نشوفوا الماتش تاعنا. هيا ليتس جو. في هذا لوطيل يسميوه بارادا. شحال خلص على الاوتيل؟ خلص عليه 19 دولار الليله، فيه بريكفاست، وجايب سونتر فيل، مش بعيد بزاف على سونتر فيل، بعد 5 دقائق مشي، هكاك 10 دقائق مشي. بون، هذه هي الشومره. اوبس، هنا في الأرجنتين كاين بزاف حوايج يدارو. كاين تشوف بوينس آيرس، تقدر تروح تشوف الكالافات، وين تشوف شغل جاية في باتاغونيا، وين تشوف هذوك الجليسرز هذوك. ولا تروح تشوف واحد الفولز هنايا معروف بزاف، وهو قيل هو أكبر فولز في العالم. إيغواسو فولز on the border of Brazil and Argentina is one of the widest waterfalls in the world. دابا تمشي هنايا في بوينس آيرس، تحس بروحك تمشي في باريس. الاركتيكتور تاعها، الاركتيكتور تاعها جايك شغل الاركتيكتور تاع باريس لندن، جاي فريمون ستيل اوروبيان. من الطوموبيلات شفنا بزاف طوموبيلات تاع فرنسا، رونو، بيجو، سي بور سي سميوها باريس اوف ساوث امريكا. زيت لويس تاعهم، باش راح نشوف لا بوكا. شوف البلاصه هكذا فيها توريستي، فيها شغل بنايات هكذا بالكولور. الترانسبور رخيص شويه هنا، صافا دز البيس 20 بيزاس. لحقنا لابوكا، عمره بالك الديار اللي فيها تاع لي كولور، عمره بها هذا الحي هذه لابوكا. بزاف تاع الرسومات هذاك تاع اسمه في الحيط جرافيتي. الأرجنتين معروفة بزاف بالستاك و الفان، بروبليم 26 ستاك تاعهم بروبليم واش حلال. يحوس ما عايش ما لقى زعما هكذا حانوت شغل ريستورون حلال. بون جيت لهذا الريستورون، كما الريستورون تاعو عربي. بون قلت له الماكلة تاعك حلال؟ قال لي حلال. نضربو عندو ستاك، قلت له حلال؟ قال لي حلال. قال لي كلش حلال، ذاتس جود، المهم ماشي حلال عليه. بون درك ليكيب ديسناسيون ستاد، واش من ستاد؟ ستاد لا بون بونيرا. بصح باش نروح حنا نتفرج الماتش لازم نلبسو جيرسي ولا المايون تاع بوكا جونيورز. سيري جو، هاي اوب جيت ريدي. بون درك نروحو للستاد، نروحو نتلاقاو في واحد لوطيل سميوه بان امريكانو، ثم نتلاقاو في ميدينا التور. اي المهم نشوفوكم من بعد ان شاء الله. المعلومه الاولى، هنا في الارجنتين ما كانش الفيزيتورز، غير شغل كيعاد ماتش مثلا كيما اليوم ماتش تاع الريسينغ وتاع بوكا جونيورز، ما كانش سيبورتر تاع تاع الريسينغ، كاين غير سيبورتر تاع البوكا. بون كيما كنت نقول لكم باللي التيكت على صعاب باش تشريهم، بس كما كانش تيكت. دروك كيما حنا راه مش غندخلو بالتيكت، غندخلو بشغل كارت تاع الممبرز تاع
تاع ممبرشيب يعطيها لنا ندخلوا بها كيف ما عندهمش تيكتس هذا من غير الممبرشيب كارت داك الشواد يعطيها لك تدخل بها هذا واش راك داخل الكابول اصاحبي واش راك داخل الصطاد على بالك انت كنت رايح للحرب فاموس بوكا فاموس بوكا فاموس بوكا فاموس بوكا غانر بوكا بوكا كامبيون دي امريكا بليز ايمانويل ماس شوف ما تقول لي لا الريال لا البرصة لا والو ما تدخلش الماتش تاع بكا جونيورز حبيبي ما درت والو ما تفرجت والو صح شعور واحد اخر خلاص خلاص